ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايزه اقول لكم تجربتي مع الاداه الجميله دي، اللي هي اداه المساج، اللي هي دي. عايزه اقول لكم ان انا جبتها بقالي تقريبا شهر ونص، استعملتها كذا مره. عايزه اقول لكم تحفه جدا 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 جدا. هبقى اعمل لكم برده فيديو بالتفصيل بستعملها ازاي، بس هي دايما بستعمليها من تحت لفوق، يعني بتيجي عند منتصف الدقن كده من تحت، بترفعي فوق، تمشي على العظمه كده من تحت فوق، وتثبتي ايدك ثانيتين، بعد كده بترفعي برده الخدود على فوق، بعد كده من بتحطيها، بتخلي الحواجب في النص، وبترفعي بتاخدي على برده جوه ناحيه الراس كده برده بتستعملي في المره مثلا من 3 مرات ل5 مرات، كل حركاتك بتبقى من تحت لفوق، تمام، عشان ترفعي البشره وتشديها لفوق. بتعمل ريلاكسيشن كده للبشره، وبرده بتساعد على ان البشره تفرز كولاجين طبيعي، بتجدد الدوره الدمويه كده في البشره، تمام. بصراحه انا يعني مع الاستعمال كمان هتحس ان وشك هتشد وشك، يعني اداه كده خفيفه. هي مانيوال طبعا، بصوا هي مانيوال، بصوا بتتحرك ازاي، جميله جدا جدا. كمان هتلاقي برضو على العلبه مرسوم برضو طرق استعمالها، بس هو رسم سهم فوق وتحت، هو مش المفروض نطلع وننزل خالص، عشان مش المفروض ان احنا نشد العضل او بشرتنا لتحت دايما. مثلا بصي من عند الدقن هنا كده، الدقن بتطلعي لفوق بس لحد الاذن كده، بتطلعي كده لفوق وبتثبتي ثانيتين فوق، بعد كده بتحطيها برده تبقى عند هي الشفايف في النص، يعني هي عند نص الشفايف، وبرده تطلعي فوق عند ناحيه الاذن كده، اوكي. برده من الخدود لفوق، بعد كده بتبقى هي حواجبك بينها، وتطلعي برده على فوق، تمام. برضو بتحطيها في منتصف الشفايف وتروحي وتيجي، تمام. برضو من تحت من عند الرقبة بتشدي من تحت لفوق، وبتيجي برضو عند العظمتين اللي بيكونوا في العظمتين اللي هنا في جنب الرقبة هنا وهنا كده، بتطلعي وتنزلي عليهم مساج. بصراحة هي بتريح جدا جدا، بتريح جدا جدا البشرة. زي ما قلت لكم بتعمل عملية زي طبعا ريلاكسيشن كده او استرخاء للبشرة، بتحس ان بتريح الاعصاب جدا. كمان بتساعد على ان زي ما قلت بتجدد لما بتمشي الاداة دي كده على البشرة، بتفرز كولاجين طبيعي، فبتشد بتشد نفسها، بتشد البشرة يعني، بس بتحس ان بشرتك مشدودة، الجلد مشدود. مش في ناس بتقول ان هي بتنحت البشرة، لا هي مش بتنحت، هتخسس يعني، بس هي بتشد البشرة، بتبين ملامح الوجه اللي هي الاصلية يعني، تمام. من عند القورة هنا برضو بطلع من هنا كده من منتصف الحاجبين، بطلع لفوق برضو، كل حركة بعملها من حوالي 3 مرات ل5 مرات، تمام. وقبل ما استعملها لازم احط سيروم او احط زيت للبشره، لازم، ما ينفعش تمشيها كده على الجلد. فزي ما قلت بنستعملها لازم الاول نحط على بشرتنا سيروم او زيت، ولو استعملناها كل يوم، يعني كل يوم بالليل وانت بتحطي مثلا الروتين بتاعك بالليل، سواء السيروم، فوقت بحط كريم واستعملها السيروم او كريم الليل بتاعك مثلا، او السيروم الليلي، او اي زيت بتحطيه بالليل، كل يوم بالليل اعملي استعمليها، هتحسي بنتيجه حلوه جدا جدا، هتحسي ان بشرتك مشدوده، هتحسي ان هي، فلما بنستعملها كل يوم بتدينا نتيجه حلوه قوي، بتحسي ان بشرتك مشدوده. كمان زي ما قلت بتساعد على انتاج الكولاجين، لانها بتحفز الدوره الدمويه، بتساعد على انتاج الكولاجين الطبيعي في البشره، فبتشد البشره، وبتساعد كمان على ان البشره تبان مشدوده جدا. وانا عن تجربه بحس ان انا بشرتي ارتاحت جدا عليها، بتبان بشرتي مرتاحه جدا، وبتبين يعني بتحدد الوش، بتعيد تحديد الوش تاني، تمام. مع الاستعمال طبعا هي ما بتبقاش غاليه، يعني انا جبتها حوالي 100 وحاجه 110 في الرينج ده كده، مش غاليه خالص، بينزل منها اللون ده،
واللون السيلفر. في الكبيره انا فضلت ان انا اجيب الصغنونه دي عشان ما تبقاش كبيره على وشي على بشرتي يعني، تمام. فضلت ان انا اجيب اللي هي الحجم الصغير دي، وممكن لو انت عايزه للجسم تجيبي الكبيره يعني، تمام. بس يعني لو انت هتجيبيها ما تتردديش بصراحه، حلوه جدا جدا. وزي ما قلت استعملي في من تحت لفوق، تمام، بشرتك من تحت لفوق، وبرده الرقبه من تحت لفوق، تمام. في المره استعملي، امشي في المره من 3 لـ5 مرات. هنبدا من اول نص الدقن هنا كده، هنطلع لحد بنستعملها على المكان من 3 لـ5 مرات. والبشره مثلا اهي، بنبدا من اول منتصف الدقن كده تحت لحد فوق بنسبه فوق ثانيتين، يعني بنمشي من تحت لفوق كده، من تحت لفوق، تمام، من تحت لفوق. ومن عند اللي قلنا الحواجب، من خلي ده الحواجب في النص هنا كده، وبرده بنمشي بنطلع على فوق من عند الجبهه هنا كده، برده من تحت لفوق كده، تمام. واللي بنعمله هنا بنعمله الناحيه الثانيه برده، ممكن تستعمليها على ايدك يعني كده، تمام. حلوه جدا بصراحه، هي كمان هي مانيوال طبعا، احساسها جميل جدا. ممكن تستعمليها على شعرك، تستعمليها على المناطق دي اللي هي هنا الرقبه من ورا والظهر. فبجد حلوه جدا، تجربتي معاها كانت جميله بصراحه. انصحكم لو انتم حابين تجربوها، كانت تجربه جميله، اتمنى ان انتم تجيبوها. فعلا حلوه، مش غاليه، وحلوه جدا بصراحه، بتريح البشره جدا، بتشد البشره، بتعمل ريلاكسيشن كده لعضلات الوجه وعضلات البشره. فلا، من الحاجات الحلوه قوي بصراحه اللي انا جربتها يعني. ميرسي جدا ليكم. لو الفيديو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه، ودايما عشان يوصلكم كل جديد. ميرسي جدا ليكم.